وآليات للتعويض عن البطالة، إلا أن من وجهة حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة أبرز هذا النظام محدوديته وعدم دمجه لبعد الإعاقة بشكل عرضاني واضح. فالحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة حسب المعايير الدولية وخاصة المادة 28 في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ينظر إليها من خلال عدة أبعاد أساسية، منها التأمين الاجتماعي، المساعدة الاجتماعية، وكذلك إجراءات مناهضة التمييز خاصة في العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه بادرة طيبة وفرصة للجمعية التحدي للأشخاص في وضعية إعاقة بويسلان أنها تواكب الحدث ديال ورش الحماية الاجتماعية. هذا الورش اللي هو كبير وخدينا الشق ديال الأشخاص في وضعية إعاقة والارتقاء بالأشخاص في وضعية إعاقة باش نحققوا مستوى الكرامة الإنسانية للشخص ونجودوا الأفكار. وتجمعنا اليوم باش أننا نجودوا الأفكار وكل واحد يعطي المعطيات اللي عنده باش أننا نخرجوا بتوصيات وباش أننا يكون عندنا تجويد فترسانة القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة. وشكرا على هذه البادرة هذه، وكنشكر مركز مديرة مركز التفتح الشباب خاتر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كنشكرها جزيل الشكر على هذه البادرة هذه وعلى حسن الاستقبال. بالنسبة لهذه الندوة هذه قمت بعدة محاولات باش أنني ندير الندوة للمستوى المحلي، ولكن هناك بزاف ديال العراقيل وبزاف ديال الصعوبات، يعني ما تمكنش أنني ندير هذه الندوة إلا بمشقة النفس. وكنشكر الأستاذة خديجة لأنها فتحت لي هذه الفرصة رغم أنني دقيت بزاف ديال البيبان ولكن تسدوا في وجهي. وهذا نداء للسلطات المحلية ديال ويسلان أنهم يديروا التفات الأشخاص في وضعية إعاقة وأنهم كيستحقوا الأفضل. لخصنا نشفنا بأن نورمال بالنسبة لهاد الناس كان خصو يكون واحد السفلي. احنا اللي سمعنا بأنهم لقيتي مشاكل كبيرة وباش دابا بروميير ايطاج بالنسبة للناس راه صعيب باش يطلع كراسة، علاش ما يكون السفلي؟ لان الناس اللي عندهم الكراسه فعلا اعتذروا ليا ما جاوش صافي، داكشي علاش اننا نطلعوا لهنا، ولكن كنا درنا سميتو لتحت، ولكن الاستاذه خديجه اقترحت على حساب هذه كبيره. هذه المناسبة هذه كندعي صاحب الجلالة محمد السادس بالشفاء العاجل، كنطلبوا كندعي الله سبحانه وتعالى يشافيه لنا ويعافيه لنا، لأنه هو السند ديال هذه الفئة هذه، هو اللي عطاها هاد التعليمات ديال الورش الملكي، هو خدام معنا والله ينصروا لنا والله يحفظوا لنا. ولكن من هذا المنبر هذه كنوجه نداء للسلطات المحلية والعامل صاحب الجلالة أنه يدير الالتفاتة لنا باش بدا نديروا الندوات ويعطي الإرشادات التعليمية للسلطات المحلية، يعطيونا فقط غير القاعات ويعطيونا الخدمات باش أننا ننجحوا مثل هاد الأورش هادو ومثل هاد الندوات. وشكرا لكم، وهذا نداء صادق من القلب إلى القلب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وبعد. معكم الدكتور حسن الصويني، رئيس اتحاد المغربي لتأهيل وعيد المجموعات ورئيس المنظمه العلويه للعالم الكوفي من المغرب فرع ويسلان، ومحاضر مشارك في الندوه التي تنظمها جمعيه التحدي برئاسه الاستاذه عائشه دامو بمركب الاجتماعي بحرص ديار ويسلان. وموضوع الندوة هو ورش الحماية الاجتماعية بين الواقع والمآل. المتدخلون كل من الأستاذ أحمد حوات والأستاذ مولاي التهامي بديدي وكذلك حسن الصويني وفعاليات أخرى. تحية كذلك لرئيسة المؤسسة المركب وكذلك رئيسة الجمعية على الدعوة الكريمة، وهي مناسبة كذلك نتوجه بالدعاء وكذلك الشفاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وبمديد العمر، وكذلك أن يصره على كيد الأعداء ومكر الخائنين. وكذلك هي مناسبة كذلك نحيي الرئيس الفرنسي الذي سيقوم بزيارة للمملكة المغربية، زيارة رئيس دولة لتوطيد العلاقات وكذلك لتصريح رسميا لاعتراف بمغربية الصحراء ضمن السيادة المغربية وكذلك الحكم الذاتي باعتباره حل متفاوض عليه كما
أجمعت عليه الجمعية العامة الأمم المتحدة. إذن نتمنى شفاء صاحب جلال الملك محمد صلى الله، وكذلك زيارة ميمونة لرئيس الدولة إيمانويل ماكرون للمغرب، وكذلك نتمنى التوفيق للأستاذة عائشة دمو على في تنظيم هذه الورش أو هذا الورش بعنوان ورش الحماية الاجتماعية في الواقع والآفاق، ونتمنى أن تكون أن يكون النقاش مثمرا ومغنيا ونخرج بتوصيات ومقترحات. والسلام عليكم، وشكرا لوسيلة نيوز في شخص سيدي محمد صابر والطاقم العام بهذه وسيلة أو المنبر الإعلامي المتألق جدا والذي يواكب مختلف المحطات على المستوى الوطني والمحلي.